حقيقي. خلينا نروح لخبر تاني، واعتقد الخبر ده يعني بالنسبه لجيلنا يمكن كان بيمثل حلم. احنا زمان كنا بنلعب كوره في الشارع. النهارده في دوري للشوارع والاحياء اتعمل في البحر الاحمر. في محافظه البحر الاحمر طلق دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبيه، وده دوري كره قدم بيستهدف توسيع قاعده ممارسه الرياضه، بيستهدف الوصول لكل انحاء المدن والمراكز، بيستهدف التشجيع على ممارسه الرياضه لكل فئات المجتمع. الحقيقه الدوري ده بيشارك فيه حوالي 68 فريق في خماسي كره القدم بمدن المحافظه. تم تقسيم الفرق دي على 9 مجموعات لتشجيع المنافسه بين الاطفال وشباب الانديه الصغيره والاحياء الشعبيه بالمحافظه. خلونا نشوف مع حضراتكم تقرير يحكي لنا بالتفصيل ايه اللي بيحصل. بمشاركة 68 فريقا رياضيا انطلقت فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بمحافظة البحر الأحمر، وتشهد المحافظة حاليا تدشين فعاليات التصفيات التمهيدية لدور الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، وتحمل شعار دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وتحديدا الإدارة العامة للقاعدة الشعبية. فعاليات دور الشوارع والأحياء والساحات الشعبية تأتي في إطار استراتيجية العمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة. هذا إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة. واستطاعت محافظة البحر الأحمر تسجيل 68 فريقاً في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة، تم تقسيمهم إلى 9 مجموعات هي رأس غارب، الغردقة، سفاجة ألف، سفاجة ب، القصير، مرسى علم، الشلاتين، أبو رماد، وحلايب.